حسمتها هون والسنة مساقة بأنه آخر سبق كمان هون، شو رح تكون النتيجة برأيك؟ أول شيء يعطيكم ألف عافية. مظبوط، هديك السنة خدنا البطولة هون وطريق كتير حلوة. هلا اليوم أكيد في منافسة لأنه لازم نعطي نتيجة كتير قوية تقدر ناخذ البطولة. أكيد بتشكر نور الشباب، سبونسر عمشيت إلكترا، توني عنايس هايبر بوست، داني كيروز، دي كي تونينج، أكيد وصيفي تايرز، زياد نصار، أبو الوحش، وسام حويك، وكل أكيب ربيع كوري عبد الرساعدنا. يعطيكم ألف عافية. بالتوفيق.